بسم الله، ربنا اشرح صدورنا الإسلام وبيض وجوهنا بالتمام في الدور الثلاث دنيا وحياة برزخ وآخرة كريم عظيم. يا أيها الناس اذكروا أي رب ليه نعمة الله عليكم، خاطر إذا كان مش تنساوها مش تصبوا يحق عليكم القول والعذاب والحرمان. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، غير الله يرزقكم من السماء، ثم خالق آخر غير ربي خلقكم أنتم، والآخرين شكون خلق؟ وأنتم شكون خلق؟ ثم كان خلق واحد، تحبوا تذكروا، ثم يمشي صحيح إلى التوحيد، ولهذا الشرك أو نكران وجود الإله هذا باطل ومردود على أصحابه ردا غير حسن. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق، شوف هذا التعجيز، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، يعني هو يعطيكم كل ما يصلح لحياتكم، سواء كان روحا بلاش روح ماكش حي، أو عقل بلاش عقل أنت أعمى أصم، أو مادة إذا كان يقطع عليك الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، و و و و والعلاقات الاجتماعية اللي فيها خير دون العلاقات اللي فيها شر، ولهذا رزق حسن ورزق خبيث. من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، أو نقال هل من خالق؟ ما ثماش، يزيد يأكد لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، كيف تصبر روحكم باش كما تقول انت دور ظهوركم للرساله الخاتمه، يعني ما عجبكمش لا نبي عليه السلام خاتم الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والتسليم، وكنتوا تلقبوا بالصادق الامين، اليوم وليتوا ما يساعدكمش باش تواجهوا وتسمعوا منه، قال ربي لا اله الا هو، فانا اي كيف تبررون عدم إقبالكم على الرسالة، تأخذوها تفلحوا ويعزكم ربي ويكون إسلامكم ذكر لكم عبر المخلوقات كلها، أن فلان ابن فلان ابن فلان قد أسلم. هذا تحرمتم منه يا كفار قريش وغير قريش، والكلاب الصاينة زاد هم أشأم حال، وسنريهم أجمعين الكلاب لهم كل النازلين من قطرات جرثومية إبليسية، سيرون كيف سنصنع بهم من بلية بفضل ربنا العظيم، والسلام والتسليم على أمة الإسلام بالتمام والكمال.